قال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجره شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. من هذا الحديث نستبين أن هناك أناس جعلهم الله عز وجل أئمة في الخير يدعون إلى عظائم الأمور، ومعنى قول عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة هو لا يأتي بشيء مبتدع، لكن يأتي بشيء قد غفل الناس عنه حينا من الدهر، فيبين لهم صواب هذا الأمر ويحيي في قلوبهم ويبدأ هو بنفسه. فإذا صنع ذلك قد سن في الإسلام سنة حسنة، لكن الدين كامل، والله جل وعلا أنزل على نبيه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى والمحل الأسنى إلا وقد بلغ الأمانة ونصح الأمة وبلغ دين الله على الوجه الأكمل. فالدين لا يحتاج إلى أن يزيد أحد فيه أو يضيف شيئا البتة، ولا يجوز لأحد أن ينقص منه، لكن يحتاج إلى نقلة. يبدأون بأنفسهم قبل غيرهم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وما أقسى وأعظم هاتين الآيتين على العلماء، والثالثة منها قول الله عز وجل: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. والمقصود أنه يوجد أناس أئمة في الخير، كما قال الله عز وجل عن بعض الصالحين من عباده، من إبراهيم خليله وأبنائه، قال: وجعلناهم أئمة يدعون بأمرنا. على الآخر، على الوجه المقابل، هناك عياذا بالله من هو إمام في الشر. ولهذا قال بعض العلماء إن لفظ إمام لا يعد مدحا لوحده إلا إذا قيد، واحتجوا بأن الله عز وجل قال عن فرعون: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. والمقصود بيان أن يكون الإنسان إماما في الخير يدعو إلى الله تبارك اسمه وجل ثناؤه.